الصورة اللي حتشوفوها أمامكم على الشاشة الآن ممكن يطلق عليها صورة اليوم وحول صورة اليوم تحديدا وحول العالم كمان. هذه الصورة نشرتها وزارة الدفاع الأمريكية وبيظهر فيها اللواء في الجيش الأمريكي كريس دونهيو واللي بيعتبر آخر عنصر من القوات الأمريكية اللي بيغادر أفغانستان واللي بمغادرته وفق ما أعلن البنتاغون بتكون أمريكا استكملت مهمتها لإجلاء المواطنين الأمريكيين والأفغان من حاملي تأشيرة الهجرة الخاصة بالإضافة إلى الأفغان المعرضين للخطر. هذه الصورة مو بس صورة اليوم على فكرة، فهي صورة كمان حتدخل التاريخ بكونها إعلان نهاية أطول حرب في تاريخ أمريكا. ومن بعد التغريدة كان الإعلان الرسمي كمان في مؤتمر صحفي. وغير الصورة التاريخية اللي تكلمنا عنها كان في تغريدة ثانية كمان شغلت العالم، في جماعة طالبان غردت هي كمان، وحساب المتحدث باسم الحركة محمد سهيل شاهين غرد وأعلن استقلال بلاده زي ما سماه وأكد مغادرة آخر طائرة أمريكية. شاهين على فكرة غرد 3 مرات، مرة بالأفغاني مرة بالإنجليزي ومرة بالعربي كمان، وقال في التغريدة انسحب آخر جندي أمريكي من مطار كابل ونالت بلادنا استقلالها الكامل ولله الحمد مبروك. وفي فيديو آخر متداول بشكل واسع كمان الساعات الماضية في أعقاب استكمال الانسحاب الأمريكي، كان فيديو بيأكد أنه خلاص المطار أصبح بيد طالبان بشكل كامل من بعد مغادرة آخر طائرة أمريكية. وفي المقطع المتداول هذا بتظهر عناصر من طالبان داخلين الهنجر في مطار كابل وبيتفحصوا المعدات العسكرية اللي تركها الأمريكان ومن بينها حتى مروحيات. Right. We're here right now with the Taliban as they enter into the what was only minutes ago was an American-controlled portion of the military airport. Now they've taken over.